الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. ثم أما بعد، يتواصل الكلام أيها الإخوان والأحباب في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد توقفنا في درس الأمس عند هجرة المسلمين الهجرة الثانية إلى الحبشة، وما جرى من حوار ومناظرة بين عمرو بن العاص وبين جعفر بن أبي طالب في حضرة النجاشي، وكيف أن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه استطاع أن يفحم وأن يدحض جميع شبه عمرو بن العاص، ثم بعد ذلك أمنهم النجاشي على أنفسهم وأذن لهم أن يبقوا في أرضه دون أن يمسهم أحد بسوء. ثم أيضا ذكرنا وختمنا الدرس بإسلام رجلين عظيمين، حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكيف استطاع المسلمون بعد ذلك أن يجهروا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، حتى لقب عمر بالفاروق، لأن بعد إسلامه فرق بين الحق والباطل. نكمل بإذن الله عز وجل ما ييسر الله تبارك وتعالى ذكره في هذا اللقاء، ونعيش مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. لا يزال المشركون في محاولاتهم وترغيباتهم وترهيباتهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صده عن دعوته. فمن جملة هذه المحاولات الكثيرة أنه قام سيد من ساداتهم، وهو عتبة ابن ربيعة من بني عبد شمس، من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم من بني عبد مناف، واستأذن كفار قريش أن يذهب وأن يعرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عروضا علّه أن يقبل بعضها، فأذنت له قريش، فذهب عتبة ابن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو جالس عند الكعبة في المسجد الحرام، فقال له: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت، من خيارنا حسبا ونسبا، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت أحلامهم وعبت آلهتهم ودينهم وكفرت من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال عليه الصلاة والسلام: قل يا أبا الوليد فإني أسمع. وهذا حقيقة درس عظيم، عندما نقول دروس وعبر من سيرة خير البشر نذكر السيرة لنستقي منها الدروس والعبر. درس عظيم لمعاشر الدعاة، بل لكل مسلم، كيف يتلطف في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فهذا أدب عظيم من آداب الحوار الذي الآن تقام له دورات وكتب ألفت، قد أتى بأسسها نبينا صلى الله عليه وسلم معلم الدنيا الأخلاق. ما قال لهذا الكافر: لا، ومن أنت حتى أسمع منك؟ أنت الكافر الخبيث المخبث، أسمع منك أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، إنما قال: قل يا أبا الوليد فإني أسمع.
فسمع منه صلى الله عليه وسلم. وقلنا هذا أدب من آداب الحوار، فإن كثيرا من الناس وللأسف لا يتأدب بهذا الأدب، لذلك يتعبك في المناقشة. النقاش والحوار أمر إيجابي إذا قصد منه الوصول إلى الحق. الإنسان يشعر بزيادة في ثقافته، بزيادة في معلوماته، لكن يكون النقاش والحوار على أسس. فإذا تكلم الطرف الآخر ينبغي للطرف الأول أو الثاني أن ينصت، إلا في حالة واحدة أو في حالتين لنقول. الحالة الأولى إذا قال هذا المتكلم شيئا لم يفهمه، لأن بعض الناس يقول إن المقاطعة ليست من الأدب، هذا كلام غير صحيح، أو ليست من أدب الاستماع، هذا كلام غير صحيح. إذا قال كلاما لم تفهمه قاطعه، قل العفو، ماذا أردت بهذه الكلمة؟ أأسف على مقاطعتك، ماذا أردت بكذا وكذا حتى أفهم. الحالة الثانية أن يتكلم كلاما طويلا كعادة بعض الناس ويخرج عن الموضوع ويشرق ويغرب، وهذا أمر ليس بحسن. حتى يحفظ الإنسان وقت الآخرين أن يختصر عليهم الكلام، وإن كان الأمر يقتضي التفصيل يعطيهم مقدمة، ولا تبي ترى الكلام طويل تريد تفصيل نجلس يسمح وقتك ولا أعطيك الزبدة والخلاصة. هذا مما يحبه الناس ويألفوه ويحترموه، لذلك لا تقاطع حتى ينتهي. ثم إن بعض الناس أيضا في حوارهم يخطئون، أنهم في أثناء المحاورة همهم أثناء كلام خصمهم أو محاورهم همهم فقط يرتبون الكلام في أذهانهم ليردوا على كلامه وإن كان كلامه حق. ولذلك كثير من المحاورات والنقاشات لا يهتدي المتناقشون فيها إلى الحق. لماذا؟ لأن النية مصافية أصلا، كل واحد يريد أن يفهم الآخر، وقد يكون الآخر معه الحق. يا أخي اذعن للحق، إيش المشكلة؟ مت معصوم. ولذلك كان الشافعي رحمه الله، هذا الإمام الكبير الذي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس كما قال عنه الإمام أحمد رحمه الله، قال: ما ناقشت، ما نظرت أحدا إلا وددت أن يكون الحق، أن يكون الحق على لساني. يا سلام، شوف سلامة الصدر. فلذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثالا رائعا، قال: قل يا أبا الوليد فإني أسمع. فقال أبو الوليد: قال يا ابن أخي، يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. شوف هذا كلام صعب، ترى مو سهل. هذا الكلام الذي يقوله ليس مولى من الموالي أو عبد من العبيد من عبيدهم ومن خدامهم، أبدا، يقوله سيد من ساداتهم. تنازل كبير للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم قبل سنوات قليلة كانوا يعيبون عليه فقره ويتمه، والآن وكانوا يعيرونه بابن أبي كبشة كما ذكرنا، جده لأمه، والآن انظر هذه العروض. لو كان صلى الله عليه وسلم طالب دنيا لقبل بعضها. قال: وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان بك الباءة، الباءة يعني الحاجة إلى الزواج، وإن كان بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرا. وما عندهم بعد، ما في شريعة، يعني تأخذ 10 20 ما عنده مشكلة. قال: وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن أو رأيا من الجن، يعني تممسوس جن متلبسك وحاشاه صلى الله عليه وسلم، قال: لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه.
فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه، يعني إن كان هذا شعوذة وجن تتعامل معه فربما غلب عليك فلا تستطيع أن تنفك عنه، قل لنا أخبرنا نجمع لك أموالنا ونأتيك بأمهر الأطباء في العرب وفي غيرهم وسنبذل قصارى مالنا حتى تبرأ منه، قل ماذا تريد؟ فقال عليه الصلاة والسلام، قال أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ يا سلام، شوف أدب الحوار، مع أنه هذا خبيث مخبث، عتبة بن ربيعة من صناديد قريش، كافر رعديد، ومع ذلك يكنيه. والعرب إلى يومنا هذا من دواعي الاحترام أن تحترم رجلا تكنيه، ما تقول حق رجل يا محمد ولا يا خالد، هذا عيب، هذا من أمور المعيبة. وكثير من الناس يغضب، ما يرضى بهذا الأمر. فمن من 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 أساليب الاحترام والتقدير عند العرب إلى يومنا هذا أن تكنيه، تقول له يا أبا محمد، يا أبا عبد الله، يا أبا الوليد. هنا يتلطف معه صلى الله عليه وسلم. وصدق الله، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم، صلى الله عليه وسلم. قل لي أوقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني، مثل ما قاطعتك لا تقاطعني. قال أبو الوليد أفعل. فقرأ صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، إلى آخر الآيات من سورة فصلت. وأخذ صلى الله عليه وسلم يتلوها ويرتل هذه الآيات إلى أن بلغ قول الله تبارك وتعالى، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هنا مات مالك نفسه عتبة ابن ربيعة أبو الوليد إلا أن وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنشدك الله والرحم أن تكفف، بس ما تحمل. كانوا يخافون من الدعوات في بيت الله الحرام، فأخذ صلى الله عليه وسلم أن يستمر في تلاوة سورة فصلت حتى أتمها، وفي آخرها تعلمون سجدة، فسجد صلى الله عليه وسلم ثم قام وقال له أهو سمعت يا أبا الوليد؟ يعني كل العروض اللي قلت لي إياهم ردي عليها ما قلته لك، ما في شيء عندي غير القرآن. أهو سمعت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فأنت وذاك، هذا ردي. فقام عتبة ابن ربيعة أبو الوليد ورجع إلى أصحابه، وأصحابه يعني جالسون على أحر من الجمر، متحفزين، ينتظرون، متلهفين، بماذا سيرجع أبو الوليد من هذه المحاورة وهذا العرض. فعندما أقبل عتبة على أصحابه وكانت العرب أشد الناس فراسة، لهم فراسة، فعندما نظروا إليه وإلى وجهه قال بعضهم لبعض، قالوا نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. تأثر من سماعه للقرآن، تأثر في هذا، قلنا مرارا وتكرارا، لأنهم عرب يفهمون القرآن، يفهمون هذه الكلمات، فتأثر هذا المشرك الرعديد على كفره، تأثر بسماعه لهذا القرآن، حتى رؤي هذا التأثر على محياه وعلى وجهه. فقالت العرب لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به.
فعندما جلس قالوا ما وراءك يا أبا الوليد؟ خبرنا شو العلوم. قال ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي، خذوا برأيي، سمعوا كلامي، أطيعوني واجعلوها لي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم. شوف هذا إنسان فيه شيء من العقل يعني، فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. فقالوا، لأنهم لا يزالون لا تزال حليمة على عادتها القديمة على استكبارهم وعنادهم وجحودهم، قالوا والله لقد سحرك يا أبا الوليد. قال هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم، من تكفوا نصيعة، هذا ما قلته لكم فاصنعوا ما تريدون به. أيضا توالت التنازلات، هذا يعد تنازل خطير، ما قام بعرضه أبو الوليد تنازل خطير، ولا بالأحلام كان من الممكن أن يدور في خلد أحد من الصحابة، ولا حتى في خلد النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ثم لا تزال قريش، لأنهم رأوا أن جانب التعذيب لا يزيد هذا الدين وأتباعه إلا صلابة، وفي كل يوم يزداد أتباعه وتتفاقم هذه المشاكل، لذلك أخذوا الآن ينتقلون لجانب الترغيب وجانب الإغراءات وجانب التنازلات. فسنرى الآن كيف تنازلون في انحدار خطير بالنسبة لهم، ومع ذلك ما استطاعوا أن يثنوا النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته ودينه وتبليغه لأمر ربه تبارك وتعالى. من جملة هذه الإغراءات والتنازلات، أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نعرض عليك خصلة واحدة لك فيها صلاح، هذا عرض ثاني. قال وما هي؟ قالوا له تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. إلى آلهة سنة وإلهك سنة، بالشفتات بالتناوب. فإن كنا على الحق أخذت منه حظا، فإن كنا على الحق أخذت منه حظا، وإن كنت على الحق أخذنا منه حظا. يعني يقول إحنا نقول إن آلهتنا حق، وأنت تقول أن إلهك حق سبحانه وتعالى، تعالى الله علوا كبيرا، خلاص تعبد آلهتنا سنة، هبل ومنات وهذه الحجارة تعبدها سنة، ونعبد إلهك رب الأرض والسماوات سنة، بحيث لو كنا نحن على الحق يصيبك هذا الخير في عبادتك سنة، وإن كنت أنت على الحق أصابنا ما تقوله، أو ما الحق الذي عندك والخير الذي عندك أصابنا منه حظا. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وأنزل الله تبارك وتعالى قوله قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وأنزل الله تبارك وتعالى أيضا قل إني نهيت، طبعا قل يعني قل لهم يا محمد في جميع هذه الآيات، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله الآيات. إذن أيضا باءوا بالفشل ولم يفلحوا بهذا العرض الذي عرضوه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا عرضوا عليه عرضا أخرى، قالوا يعني من باب التهكم والعناد، قالوا نؤمن بس بشرط غير هذا القرآن. كيف غير هذا القرآن؟ فبين الله تبارك وتعالى قال قل، أي قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شو تكلمون؟ شو تقولون أنتم؟ هذا القرآن من الله والأمر أمر الله،
إنما عليك البلاغ فقط. أيضا من جملة المحاولات أو لنقل التنازلات التي تقدمها قريش في صد دعوى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أرسلوا لليهود، واليهود كانوا في المدينة كما تعلمون، بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير قبائل معروفة، فأرسلوا إلى يهود المدينة وسألوهم عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن اليهود هم أهل كتاب، فربما عندهم وهو عندهم كما قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أن النبي حق. فقالت اليهود لقريش، قالت سلوه عن ثلاثة أمور، إن أجاب عنها فهو نبي مرسل، وإن لم يجب عنها فهو داعي كذاب. خلاص يفترض الآن هذا هو الاختبار الأخير، فإن نجح فيه صلى الله عليه وسلم يفترض أن يسلم. ما هي الأسئلة؟ قالت اليهود سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، يعني منذ سنوات طويلة، ما كان أمرهم؟ فإن لهم حديثا عجبا. وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ما كان نبأه؟ وسلوه عن الروح ما هي؟ فجاءت قريش وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور الثلاثة، فأنزل الله تبارك وتعالى جوابه يصدقه وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فذكر جوابا لسؤالهم عن الفتية الذين كانوا في الدهر الأول هم أصحاب الكهف، فأنزل الله عز وجل سورة كاملة جل آياتها تذكر قصة أصحاب الكهف، فكان هذا الجواب. وكذلك جاء الجواب عن الرجل الذي كان يطوف مشارق الأرض ومغاربها وهو ذو القرنين، وقد مرت معنا قصته في رمضان قبل الماضي في سلسلة قصص القرآن الكريم، أيضا جاء ذكره في سورة الكهف، إذن هذا هو الجواب الثاني. أما السؤال الثالث وهو عن الروح، فأنزل الله عز وجل في سورة الإسراء ويسألونك عن الروح فقل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الآية نسوقها للذين فتنوا بما عليه أمم الشرق والغرب من العلوم والتقنية. الدين ليس ضد العلم والتقنية، ولذلك أعجبتني كلمة لأحد الدعاة المهتمين بمناظرة الملاحدة والعلمانيين والشيوعيين وغيرهم ممن والعياذ بالله ينكرون الإله أو يفصلون الدين عن الدولة إلى غير ذلك، فقال كلمة أعجبتني، يقول إن شريعة الإسلام قد أحرجت العلم، بمعنى أن أساس دعوتهم الذين يقولون بفصل الدين عن الدولة، أساس دعوتهم يقولون إن الشريعة لا تصلح لأن تهيمن على مجالات الحياة، لأنهم هم يقيسون شريعة الإسلام بالشرائع الأخرى، فيريدون أن يفعلوا كما فعل الثوار الفرنسيون في الثورة الفرنسية التي انطلقت منها العلمانية، فصلوا الدين عن الدولة وانقلبوا على الكنيسة ونكلوا إلى آخره. طيب هم عندهم مشكلة أصلا، فعلا الإنجيل الموجود الآن لا يصلح أن يكون شريعة حياة، ما في الأحكام اللي عندنا أصلا موجودة أبدا، أما شريعة الإسلام فالأمر مختلف تماما، كالاختلاف بين الفرق بين السماء والأرض، في كل مجال من مجالات الحياة له نظام مقنن، نظام اقتصادي، نظام اجتماعي، نظام سياسي، نظام عسكري،
حتى في الأمور الإيمان، طبعا الأمور الإيمانية، الأمور كل جميع أنظمة الحياة دين الإسلام مهيمن عليها، ولكن قومنا لا يعلمون. يا ليت قومي يعلمون. لو كان القرآن الكريم في البيت الأبيض لما طلبوا عنه بديلا بهذه الدساتير الوضعية. وإلى الله المشتكى. بيننا هذا الكنز، أفحكم الجاهلية يبغون؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يعني عقل، عقل بس، عقل فكر فيه من العقل. كتاب من الله فيه صلاحنا في الدنيا والآخرة، أيكون هذا خير أم دستور وشريعة من نتاج البشر؟ أيهما خير؟ لا شك ما جاء عن الله تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لا تقل لي انظر إلى الدولة الفلانية والدولة العلانية ممن رفعوا شعار الإسلام ثم خرجت منهم ممارسات خاطئة لا يمثلون الإسلام. هؤلاء مثل اللي من أفراد المسلمين يروح يذبح غير المسلمين بغير وجه حق، أو يفجر في بلادهم، أو يقتل المعاهدين. وانتقل الآن الأمر وتطور إلى قتل المسلمين أنفسهم. هل هؤلاء لأنهم يحملون في شهادة الميلاد أنه مسلم ومن اسم مسلم ومن أسرة مسلمة، هل تصرفهم هذا يعد حجة على الإسلام؟ أبدا، الإسلام بريء منهم ومن تصرفاتهم. وقد بحت أصواتنا في التحذير من هؤلاء ومنهجهم، ولا نجامل في دين الله تبارك وتعالى. وهذا أمر موجود في جميع التخصصات كما قلنا. ما في من كان في السلك العسكري وثبت أنه مجرم؟ فيه. ألا يوجد من الأطباء من هو مجرم؟ موجود. هل يعني ذلك أن نقول جميع الأطباء مجرمين أو مجرمون؟ هذا من الظلم. لذلك كون يوجد دولة من الدول من وصل لسدة الحكم طبق الإسلام خطأ وتجاوز على شريعة الإسلام، هذا لا يعني أنه يمثل الإسلام. فدين الله تبارك وتعالى الخالد الباقي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إذن ويسألونك عن الروح قول الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا هو الجواب. والروح كنهها لا يعرفه إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى، حتى أن بعض أهل العلم أنكر على من تكلم من العلماء في الروح كابن القيم رحمه الله، له كتاب الروح معروف، أنكر عليه بعض أهل العلم وقالوا كيف يتكلم في الروح وأن يصف الروح؟ والله عز وجل يقول وما أوتي قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ليس كل شيء يستطيع الإنسان أن يكشف سره وأن يعرفه، هذا العقل محدود مهما أوتي من الطاقة والقوة البشرية والقدرة على الإبداع والإنتاج، يبقى العقل محدودا قاصرا. والله تبارك وتعالى قهر الإنسان بذلك. لذلك جاء هذا الجواب. ومع ذلك، مع أنه أجاب عن هذه الأسئلة كلها، ما آمن المشركون وأصروا على عنادهم وكفرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا قدم المشركون من كفار قريش، قدموا تنازلا كبيرا بعد هذا. أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ليس عندنا مانع أن نستمع ما تقول، يعني من القرآن الكريم، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ قالوا اجعل لنا مجلسا لوحدنا، نحن السادة والكبراء والعظماء، احنا ما نختلط مع هؤلاء الموالي والعبيد والخدم، احنا غير، احنا نازلين من السماء بكرتون، احنا ما كنا حمل في بطن امهاتنا او مني في ظهور ابائنا،
احنا غير نختلف. فقالوا اجعل لنا يعني مكانا منعزلا ما نختلط مع هؤلاء الفقراء المساكين. النبي صلى الله عليه وسلم هم يعني كأنه أراد هم أن يفعل هذا الأمر وأن يخصهم بمجلس لوحدهم رجاء وطمعا في إسلامهم وإيمانهم. الله تبارك وتعالى نهاه عن ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لا تطرد صهيب وبلال وعمار علشان أبا لهب وأبا جهل وجهنم. من أراد أن يؤمن يؤمن، والمنة عليه، فإن المنة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وليس لأحد من عباده. فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. إذن أيضا فشلوا في هذا التنازل وهذا الإغراء الذي قدموه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندها شعرت قريش بأن جميع الأبواب قد أغلقت، ما في، كل ما قدموا تنازلا أغلق، كل ما قدموا خطوة للترغيب ردها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلبا ثابتا لا يتنازل عما أتاه الله عز وجل وما أمره به من البيان. هنا عزمت أن تعود مرة أخرى للبطش والتعذيب والتنكيل، يتقلبون بين ترغيب وترهيب. فشددوا من وطأتهم، وشعر أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان يحوطه كما قلنا، شعر بأن زمام الأمر بدأ يتفلت وأن الوطأ أصبحت شديدة. فقام أبو طالب وجمع بني هاشم وبني المطلب. قلنا أن عبد مناف له أربعة: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، أربعة أبناء لعبد مناف، وجل بطون قريش يعني تنحدر منها، وعلى رأسهم بنو أمية يعودون لعبد شمس، وبنو هاشم لبني هاشم طبعا، فهم أبناء عمومة ويشتركون في عبد مناف. لكن حتى في الجاهلية أو منذ الجاهلية، من زمان الجاهلية يعني، كان بنو هاشم وبنو المطلب قريبين من بعضهم، وكان بنو نوفل وبنو عبد شمس قريبين من بعضهم، مع أن جميعهم إخوة وأبناء لعبد مناف. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وحفظ هذا الأمر لبني المطلب وقال: ما فارقناهم لا في جاهلية ولا في إسلام. والفقهاء كما تعلمون مختلفون في كتاب الزكاة عندما يتكلمون في باب أهل الزكاة، ويذكرون أن ابن هاشم لا تحل لهم الزكاة، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. اختلف العلماء في بني المطلب، فمنهم من يقول هم كبني هاشم ومواليهم، ومنهم من يقول هذا أمر خاص ببني هاشم. على كل حال، فجمع أبو طالب بني هاشم وبني المطلب وطلب منهم النصرة، يعني بين قوسين الفزعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقفوا معه قلبا وقالبا، ومهما فعلت قريش أن لا يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم. فتعاهد جميعهم، جميع بني هاشم وجميع بني المطلب، على ذلك، على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الخبيث المخبث أبو لهب. أبو لهب من بني هاشم قال: لا، أنا مو معكم، وذهب وبقي مع بني مخزوم وبني عدي وبني عبد شمس وبني نوفل وسائر بطون قريش، أنهم تحالفوا أن يضربوا بني هاشم وبني المطلب لأنهم حموا النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من قريش إلا أنهم اجتمعوا في خيف بني كنانة، مكان اجتمعوا فيه
ليتدارسوا هذا التطور الخطير وليتعاملوا مع هذا الموقف الراهن. الآن ما أصبح فقط أبو طالب، أصبحت جميع بني هاشم إلا أبا لهب وجميع بني المطلب يحوطون النبي صلى الله عليه وسلم. تفاقم الأمر الآن وازداد عوده، ماذا نفعل؟ فخرجوا بقرار خطير. أول حصار اقتصادي، هم في حصار اقتصادي يمارسون الدول، هذا حصار اقتصادي له. فكتبوا وثيقة ووقعت عليها جميع قريش باستثناء كما قلنا بنو هاشم وبنو المطلب. هذه الوثيقة تنص على مقاطعة كاملة لبني هاشم وبني المطلب حتى يقوموا بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم لقريش يقتلوه. خلاص قد بلغ السيل الزبى كما يقال. قالوا تعاهدوا في هذه وتحالفوا ألا يناكحوا بني هاشم وبني المطلب ولا يبايعونهم ولا يجالسونهم ولا يخالطونهم ولا يدخلون في بيوتهم ولا يكلمونهم ولا يقبلون منهم صلحا أبدا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم للقتل. وفعلا تحالفوا على هذه على هذا الحلف الجائر وكتبوا صحيفة معاهدة للحصار الاقتصادي وللمقاطعة، ووقعوا عليها رؤساؤهم كل يمثل قومه، ثم علقت في جدار الكعبة، نوع من يعني إضفاء القدسية على هذا الاتفاق. فما كان من بني هاشم وبني المطلب ومعهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أنهم انحازوا إلى شعب أبي طالب، شعب أو الشعاب في بطون الأودية، انحازوا أصبحوا هناك وتركوا بيوتهم وجلسوا هناك. وكان الحصار شديدا عليهم، كانت مخمصة، المخمصة أشد الحاجة، جوع، حتى كان السامع يسمع من خارج الشعب صياح النساء، بكاء النساء والأطفال يتضاغون جوعا. مقاطعة، ولم يكونوا يستطيعون أن يشتروا من الميرة من الطعام إلا في الأشهر الحرم بس، لأن هذا الحصار استمر 3 سنوات، 3 سنوات استمر هذا الحصار بصيفها وشتائها ومعاناتها، وما كانوا يستطيعون أن يشتروا شيئا من الميرة إلا في الأشهر الحرم، لأن النفوس تكون هادئة وتضع ويحترمون حرمة هذه الأشهر. فكان الناس يعني من بني هاشم بني المطلب يخرجون من الشعيب ويذهبون لهذه القوافل التي تأتي إلى مكة ليمتاروا ليشتروا منها بعض الطعام. ومع ذلك أيضا كان سادة قريش يضيقون عليهم، يأتي الرجل من بني هاشم يشتري مثلا هذه القافلة وهو غني ليأتي بها ميرة حق لقومه من بني هاشم، كم القافلة؟ 1000 دينار. يأتي خبيث من سادات قريش ويقول أعطيك 2000، 2000، لا 4000 أعطيك، وهكذا. فضيقوا، وبهذه الطريقة أيضا في الأشهر الحرم في لحظة خروجهم من الشعب بهذا ما استطاعوا أن يشتروا إلا النزر اليسير، لأنهم كانوا يزايدون عليه. وكان حكيم بن حزام رضي الله عنه وكانت عمته خديجة رضي الله، طبعا خديجة معهم بالشعب، كانت عمته خديجة كان يأتيها ببعض الشعير والحنطة، الطعام اليسير يدخله خفية، ولكنه كما تعلم لا يكفي شيئا. حتى أكل الناس الجلود وأوراق الشجر، حتى قال سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه من السابقين وقد دخل معهم الشعب، كان يحدث أصحابه وأولاده بعد أن فتح الله عليهم بعد سنوات يعني بعد الهجرة والفتوحات، كان يقول وهو يتكلم عن هذه الفترة يقول لقد وطئت شيئا في الشعب فأخذته من تحت قدمي وأكلته ولا أدري إلى الآن ما هو،
من كثرة ما أصيب بالدوار والتعب أكلوا الجلود وأوراق الشجر. كل ذلك مع أن ترى منهم نسبة كبيرة من الكفار، يعني من بني هاشم وبني المطلب ليسوا جميعهم مسلمين، فيهم كفار، لكن حمية ورجولة. وهذه كما قلت من أنفس وأروع خصال العرب، لا يسلمون من تعاهدوا على نصرتي أبدا حتى وإن هلكوا جميعهم. لذلك انتصروا معه، ولا من يطيق إخواني، من يطيق؟ يعني المسلمون قل والله هذا دين ودفاع وجهاد لأنهم يطلبون الآخرة، ماشي، لكن هؤلاء كفار، كفار غير مسلمين لا يؤمنون بدينه. فما الذي دعاهم هذا الصبر لثلاث سنوات وهم يعانون هذه المؤلة ربما لا يطيقها أحدنا يوما واحدا؟ مثال رائع حقيقة للرجولة والصبر والوقوف مع الحق. بعد ذلك، بعد هذا الصبر لثلاث سنوات، قدر الله عز وجل أن يهدي 5 من كفار قريش، هداهم ليس للإسلام إنما هداهم لطريقة وقذف في قلوبهم الرأفة والرحمة والشفقة. من يقبل هذا الأمر وكلهم في النهاية كما قلنا أبناء عمومة، بني مخزوم ولا بني عدي ولا بني أبناء عمومة في النهاية، جميعهم فهريون قرشيون، فمن يقبل؟ مع الغريب لا تقبل، كيف مع ابن عمك؟ فلذلك قذف الله الرحمة في قلوب 5 من سادات قريش، وهم هشام بن عمرو بن الحارث من بني لؤي، وزهير بن أبي أمية المخزومي، والمطعم بن عدي المعروف، وأبي أو أبو البختري بن هشام، ثم الأخير زمعة بن الأسود. هؤلاء 5 تحركوا، قالوا كيف يطيب لنا، كيف يطيب لنا أن نأكل وأن نشرب وأن نجالس نساءنا وأهلنا وأولادنا وبنو عمنا يعانون هذا العذاب وهذا الجوع والعطش في شعب أبي طالب؟ فتمالؤوا واتفقوا أن ينقضوا هذه المعاهدة في الصباح، ولكن دبروا الأمر، يعني أتوه بتدبير. ففي الصباح هم اتفقوا بليل، في الصباح عندما كانت أندية قريش مجتمعة كعادتهم عند المسجد، في المسجد الحرام عند الكعبة، جاء زهير أحد 5 وعليه حلة مثل البشت، فطاف بالبيت، ثم بعد أن طاف أقبل على الناس، على كفار قريش في أنديتهم، وقال يا أهل مكة، نحن نأكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم وبنو المطلب هلكا، لا يبيعون ولا يبتاعون، يعني ما يبيعون ولا يشترون، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة القاطعة. فقام أبو جهل فرعون هذه الأمة قال كذبت، والله لا تشق. هنا تكلم الثاني من 5 لهم اتفاق، فتكلم زمعة فقال أنت والله يا أبا جهل والله أكذب، ما رضينا كتابتها حين كتبت. فقام أبو البختري الثالث فقال صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. وقال المطعم ابن عدي وهو الرابع 5 صدقتما وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. ثم قام هشام بن عمرو وهو 5 وصدقهم أيضا جميعا. فانطلقوا، طبعا جميع كفار قريش يعني تفاجأوا، يعني انطلت عليهم هذه المسرحية وهذا الحوار المدبر، إلا فرعون هذه الأمة أبو جهل عندما رآهم قال هذا أمر قضي بليل، هذا أمر مو الآن، ليس ولد الساعة، هذا أمر مدبر وحكم صفصف وأدوار متقسمة، هذا أمر دبر أو قضي بليل. عندها جاء أبو طالب وهم هؤلاء 5 هم أن يدخلوا الكعبة وأن يمزقوا هذه
الصحيفة الجائرة ويقطع هذه المقاطعة، وعرضهم أبو جهل، ويعني وقعت نوع من الـ من الـ من ثار الحيان أو ثار الناس، وكادت أن تقع مقتلة بين مؤيد ومعارض. جاء أبو طالب وقال لهم: لقد أخبرني محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا بوحي من الله تبارك وتعالى جاءه، أن هذه الصحيفة ستجدون فيها آية، وسيرسل الله عز وجل عليها الأرض لتأكلها، فانظروا إن صدق كلامه فأبطلوا هذه المقاطعة، وإن كذب كلامه صلى الله عليه وسلم وحاشا فأنتم على ما أنتم عليه من المقاطعة ونرضى بذلك. فقال القوم: صدقت يا أبا طالب، يعني هذا انصاف. فذهبوا ونظروا في الصحيفة، وإذا بالأرض، الأرض حشرة المعروفة، وإذا بالأرض قد أكلتها كلها إلا قولهم: باسمك اللهم، وما فيه من ذكر الله عز وجل بقي، عدا ذلك أكلته الأرض. وبهذا ظهرت أمام أعينهم آية تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا استمروا على كفرهم. نختم أيها الإخوة بذكر أمرين عظيمين وخطبين جللين محزنين قد تفطر لهما قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل وقلب كل مسلم. جاءت قريش في نهاية المطاف بعد أن نال المرض من أبي طالب، أصبح طريح الفراش وشاخ هذا الرجل الذي تجاوز 80 من عمره، أصبح شيخا كبيرا لا يقوى أن يقوم وأن ينافح وأن يجادل، فأصبح طريح الفراش والمرض. فعلمت قريش أنه غلب على ظنهم أنه لن يقوم من هذا المرض، سيكون حتفه بهذا المرض، لذلك هرعوا إليه مسرعين، ذهبوا إليه مسرعين وأرادوا أن ينهوا هذه القضية في حياته، لأنهم خشوا من أن تعيرهم العرب بعد وفاة أبي طالب فيفتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتقول العرب يعني ما استطاعوا أن يفعلوا ذلك إلا بعد أن ذهب معينه وناصره، والعرب يعني سادات العرب يقيمون وزنا لمثل هذه الجمل والعبارات التي يعابون بها. فذهبوا إلى أبي طالب، وأيضا أصروا عليه أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أنت الآن قبل أن تموت وأنت على فراش الموت فاشهد هذا الصلح وكف ابن أخيك عنا، لا نريد أن يمتنع عن دعوتي، شوف التنازل، فقط نريده ألا يعيب آلهتنا، فقط يعني إذا أراد أن يدعو فليدعو لكن لا يعيب آلهتنا. فكلم أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم وكان حاضرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أريد منهم سوى كلمة بس، أنتم قدمتم لي الريادة والسيادة والنساء والمال، لا أريد هذا كله، أريد كلمة. فقفزوا جميعا، قالوا: وأبيك نعطيك 10، اشتبي بس قول كلمة بس، 10 نعطيك بدالها. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله. فنفض فرعون هذه الأمة أبو جهل ثوبه وقال: أما هذه فلا، شوف الخبيث، قال: أما هذه فلا، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، كما ذكر الله عز وجل في سورة صاد. وأخذ بعضهم يقلب كفا على كف وينفض ثوبه، وأيس من دعوى النبي صلى الله عليه وسلم. اشتد المرض على أبي طالب، وفي لحظاته الأخيرة كان عنده صلى الله عليه وسلم عند رأسه، وجاءه أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، وقفا عند رأس أبي طالب. كان صلى الله عليه وسلم يقول لعمه: يا عم، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قلها يا عم.
فكلما هم أبو طالب أن يقولها تكلم هذان الشيطانان وقال له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيترك، ثم يعيدها صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. هم أن يقولها عاد كلمتهما: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قاله أبو طالب من الدنيا هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فخرجت روحه، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا عظيما، وقال: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تبارك وتعالى في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قد يقول قائل، وهذه شبهة يثيرها أهل البدع والضلال، يدعون بأن أبا طالب مات مؤمنا، ولذلك يسمونه بمؤمن قريش، وهذا كلام باطل. هذا كلام باطل. أبو طالب مات كافرا ولم يمت مسلما، وهو في النار خالد مخلد فيها إلى أبد الأبد. قال ابن كثير: وددنا لو آمن أبو طالب. أي والله، أنا الآن أقول لكم القصة وقد قرأتها عشرات المرات، كل ما أقرأها أحزن. وددنا لو آمن أبو طالب، ولكن لله حكمة سبحانه وتعالى. فهؤلاء المجانين المخرفين المبتدعين يقولون: شلون؟ شوف 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 الكلام، شوف التطاول على مقام رب العزة والجلال. يقول: شلون إن أبا طالب اللي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم يموت كافر، وأبو سفيان اللي كان يحارب يموت مسلم؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ إذن على قياسكم الفاسد، شلون والد إبراهيم عليه السلام يموت كافر، وشلون ابن نوح يموت كافر، وزوجة نوح تموت كافرة، وزوجة لوط تموت كافرة؟ شلون؟ هذا قياس فاسد. لا يسأل عما يفعلهم يسألون. ومن الذي قال إن في هذا الموقف ليس فيه حكمة؟ حكمة عظيمة. من الحكم أن الإنسان لا يحزن، يجد سلوة في النبي صلى الله عليه وسلم. كم منا ربما يدعو ولده ولا يهتدي، يدعو أباه ولا يهتدي، يدعو زوجته أو تدعو زوجها ولا يهتدي، يدعو أقرب الأقربين ولا يهتدي. نقول: سلوتك وقدوتك في ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، ولله الحكمة البالغة، حتى لا يتألى الإنسان على ربه ولا يتسخط المسلم على قضاء ربه. لذلك درس عظيم: لو اجتمع جميع من في الأرض إنسهم وجنهم على أن يهدوا شخصا واحدا ما كتب الله له الهداية لن يهتدي. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. درس عظيم، سلوى على قلبي، بلسم على قلب كل مسلم مكلوم مجروح مهموم، أن هذا القريب الذي يود أن يهتدي ما اهتدى. نقول: يا أخي، لك أسوة وقدوة بالأنبياء وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاع أن يهدي عمه أبا طالب. وفي هذا أيضا من الحكم والفوائد من هذا الموقف تقرير وحفظ جناب التوحيد. كيف؟ إنك لا تهدي من أحببت، أن الهداية من الله، أن الذي يملك قلوب العباد هو الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. حماية وصيان لجناب التوحيد. لكن الذي ضيع التوحيد وعلق قلبه بالمخلوقين من الأموات والمقبورين
يخاف منهم ويدعوهم من دون الله عز وجل في سرائه وضرائه لا يعرف هذا المعنى. لذلك أبو طالب مات كافرا ولم يسلم وهو مخلد في نار الجحيم رغم أنف الجاهلين، وأبو سفيان أسلم، لا أعلم أنه بشر بالجنة لكن أسلم وهو من الصحابة ومن أرجى الناس من يرجى لهم جنات النعيم رغم أنف الجاهلين. قال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ثابت في الصحيح. قال له ما أغنيت عن عمك؟ الآن العباس يسأل النبي عليه الصلاة والسلام بعد الإسلام عن أخيه أبي طالب، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول سويت حق عمك؟ ما أغنيت عن عمك؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك يدافع عنك ويفزعلك. فقال صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من النار. الضحضاح الماء إذا بلغ الكعبين يعني غطى القدم هذا يسمى ضحضاح. قال هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذه الشفاعة الوحيدة لكافر، الوحيدة، ولا الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ما في أحد يشفع لكافر ولو كان شهيد، ولو كان نبي، مو شهيد، نبي، ما في أحد يشفع لكافر إلا هذه مستثنى، شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم في كافر وهو عمه أبو طالب. وأيضا هذه الشفاعة لا تخرجه من النار إلى الجنة، لأن الله حرم الجنة على الكفار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن هذه الشفاعة أخرجته من الدرك الأسفل من النار إلى أصبح في ضحضاح من النار، هذا العذاب فقط. إذن هذا أبو طالب، حزن النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا شك. أيضا كانت وفاته في شهر رجب من السنة العاشرة من النبوة، بعد خروجهم من الشعب، من شعب أبي طالب، بعد خروجهم بستة أشهر توفي أبو طالب في رجب من السنة العاشرة من الهجرة. بعد وفاة أبي طالب بشهرين، يعني رجب شعبان رمضان بشهرين، توفيت خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الزوجة الحبيبة والسند والأخت والأم رضي الله عنها وأرضاها، توفيت، إن كانت تكبر النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بخمس عشرة سنة. فحزن عليه الصلاة والسلام عليه حزنا عظيما، وهنا كما نقول خلى الجو لكفار قريش، ذهب الذي كان يحوطه أبو طالب فزادت في وطأتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وفي شدتهم في صد دعوته صلوات الله وسلامه عليه. في شوال، يعني بعد وفاة خديجة بشهر، بشوال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين سودة بنت زمعة، وكانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تحت ابن عمها السكران ابن عمرو، وكان هي سودة والسكران ابن عمرو كان من السابقين الأولين، وقد هاجر إلى الحبشة وتوفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعندما انقضت عدتها تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسودة كما تعلمون التي كانت يعني كبيرة في السن حتى في آخر حياتها أهدت نوبتها وليلتها لعائشة رضي الله عنها. كان عليه الصلاة والسلام يقسم تسع نسوة، كل امرأة ليلة لها. فخشيت سودة عندما كبرت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وتفقد شرف اسم أم المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فقالت يا رسول الله أبقني على ذمتك وأسقط ليلتي لعائشة.
تعرف أنه يحبها، فكان يقسم لجميع نسائه ليلة ليلة ولعائشة ليلتين. فسودة رضي الله تعالى عنها هي أول زوجاته رضي الله تعالى عنهن بعد خديجة، ثم بعد زواجه من سودة شوال من السنة القادمة، يعني بعد سنة تزوج بحبيبته وابنة الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها عائشة رضي الله تعالى عنها، ولها 6 سنوات عقد عليها ولها 6 سنوات، وبنى بها بعد ذلك في السنة الأولى، بعد 3 سنوات في السنة الأولى من الهجرة، وكان عمرها 9 سنوات بنى بها، أي دخل بها صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت لا شك أنها أحب النساء إلى قلبي كما قال هو عليه الصلاة والسلام، وكانت من أفقه عباد الله تبارك وتعالى، تلقب بالفقيهة أم عبد الله رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في درس الغد ما جرى له في ذهابه إلى الطائف عليه الصلاة والسلام إلى ذلكم الحين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة